السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد على قناتنا. قبل البداية نتمنى منكم الاشتراك بكل كثافة وكذلك تفعيل جرس الإشعارات باش إن شاء الله توصلوا بجميع الفيديوهات والمقاطع. اليوم غنتكلموا على موضوع عنده علاقة بكرة القدم والبطولة الوطنية نظرا لتأجيل عدة مباريات مهمة كانت غتلعب في الآونة الأخيرة، والسبب هو إصابة عدة لاعبين ومدربين وإداريين بهذا الفيروس. هذا الشيء اللي خلق واحد الارتباك في إعادة برمجة هذه المباريات هذه، خصوصا أننا وصلنا للدورات الأخيرة وعدة فرق لعبت بعض المباريات وشي فرق أخرى كتسنتها هي الدور ديالها. المشكل المطروح هنا هو كيفية تدبير هذا المشكل هذا، خصوصا ان الفرق كتحمل مسؤوليه كبيره في هذه المساله هذه. علاش؟ لانه كامل ممكن انهم يديروا معسكرات مغلقه ويجمعوا اللاعبين ديالهم في فندق الى نهايه الموسم الكروي الحالي باش يتفادوا الاحتكاك مع الناس المصابين وما يكونش ادنى شك في الصحه ديالهم. كما شفنا في الدول الاوروبيه فكانوا قاموا بنفس الشيء ونجحوا في هذه المساله هذه، وكانوا استأنفوا الانشطه الكرويه ديالهم وعدة فرق توجت بالبطولات المحلية والقارية كما شفنا في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. المشكل الآخر أنه دابا كاينت الفرق اللي عندها المنافسات الإفريقية مثل الرجاء، الوداد، نهضة بركان والحسنية أكادير، ما عندهمش مباريات كبيرة اللي غتخليهم أنهم يواجهوا هاد الفرق هذه بواحد مستوى كبير، وهذا هو الأمر الخطير لأنه ما بغيناش الفرق المغربية تخسر هذا الرهان هذا، بغيناهم كلهم إن شاء الله يتألقوا لما لا التتويج. لذلك فكان خاص يكون واحد النوع من الصرامة، لأن هذا القرار هذا ديال المعسكرات المغلقة جات لآخر لحظة، يعني كان ممكن أنه يدار قبل بداية المباريات. والشيء الغريب جدا أنه لاحظنا باللي اللاعبين ما تصابوش نهائيا في فترة الحجر الصحي اللي كان دامت حوالي 5 أشهر بعد توقف البطولة الوطنية. اللاعبين تصابوا بعد استئناف الدوري المغربي، وهذا الشيء اللي كيثير الشكوك حول مراقبة ومعاينة صحة اللاعبين. المشكل المطروح مرة أخرى كما قلنا قبيلة، فالاتحاد الإفريقي توصل اليوم بطلب فريق الوداد الرياضي باش أنه يأجل مباراة ديالو مع الأهلي في نصف نهائي كأس أو في دوري أبطال إفريقيا. والمشكل انه وضع برنامج ديال هذه المباريات اللي غتلعب في نهايه الشهر المقبل وبدايه شهر اكتوبر، ولاجل تفادي المشاكل فالاتحاد الافريقي كان قرر باللي يتلعبوا مباريات نصف نهائي ونصف نهائي كل من دوري ابطال افريقيا والاتحاد الافريقي في دوله واحده من اجل تفادي التنقلات وكذلك الحذر من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين. لكن للاسف كما شفنا في الكاميرون ارتفع عدد الاصابات وتلغات هذه الفكره هذه ورجعوا للنظام القديم باش يتلعبوا المباريات ذهاب واياب. ولكن المشكل الاخر انه في المغرب وفي مصر بجوج عندهم ارتفاع ديال الحالات، هادشي اللي يخلينا نشوف واحد الغموض بالنسبه لمستقبل هذه البطوله هذه. وايضا المشكل الخطير اللي كيتداول مؤخرا في الاوساط الرياضيه الوطنيه حول مصير البطولة الوطنية إلى بقى الوضع على هذا الشكل هذا وتأجيل المباريات وإصابة عدد كبير من اللاعبين في الفرق الوطنية. لمشنا فرق سريع وتزم الدفاع الحسني الجديدي، رجاء بني ملال، الفتح الرباطي، الوداد الرياضي، واتحاد طنجة. فالكل كيقول واش البطولة الوطنية غتستكمل أو يتم التوقيف ديالها والالغاء ديالها بشكل نهائي دون اعلان على البطل، او اعلان تتويج المتصدر اللي هو الرجاء البيضاوي بعد ما لعب جميع المباريات المؤجله ديالو. وهادشي اللي يخلي القيل والقال وتكون غادي يكون واحد الجدال ويكونوا مشاكل بين الفرق، وحتى واحد ما غادي يبغي يوافق على اي من هاد القرارات لانها غتكون قاسيه. فالجامعة الملكية المغربية والعصبة الآن في واحد الموقف حرج جدا، يعني حنا في الأواخر ديال شهر 8، يعني خاصنا نكونوا في الأصل مقبلين على انطلاق موسم جديد. حنا الموسم الرياضي 2019-2020 باقي مكملناش، دابا الكرة في ميدان العصبة والجامعة باش يتخذوا قرارات مهمة، يا يعني إما تكون الصرامة مع الفرق اللي ما كتحترمش الضوابط الصحية واللي ما قدرتش أنها تتحكم
في صحة اللاعبين وتحميهم من الإصابة بهذا الفيروس هذا. في النهاية كنتمنوا الصحة والسلامة لجميع مكونات الكرة الوطنية، ونتمنى حد ما يتصاب شي أذى، والله يشافي جميع اللاعبين اللي تصابوا بهذا الفيروس هذا، ونتمنى أنه يتخذوا إجراءات أكثر حزم من طرف الجهات الوصية باش نتفادوا هذه المشاكل هذه، ومبقاش نشوفوا التأجيلات وكثرة المباريات، لأن هادشي كيضر بصورة الكرة الوطنية. وإن شاء الله نتلاقى معكم في مقطع جديد بإذن الله. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء، وشكرا لكم.